الوغ في الحصة الحضورية كنا شفنا تخوا تيب دامورتيسور، شفنا امورتيسور مونو تيب اللي فيه ان سول تيب، وقلنا وشفنا لامورتيسور بي تيب هو هذا اللي قدامنا الان، وشفنا لامورتيسور اف في فاريابل اللي فيه بليزيور تيب. وقلنا هاد الحصه ان شاء الله اللي هي عن بعد غنشوفوا فيها لو كونترول اوكي ديال هاد لي زامورتيسور اون جينيرال. الوغ ديجا في لو موا دو جانفيي le contrôle de la suspension, nous avons les revues techniques, les caractéristiques lundis, la suspension avant, l'arrière, la pression, hauteur, nous avons les jeux au niveau des rotules et cylindre bloc, ou on tasse les quatre coins du véhicule pour contrôler l'état des amortisseurs. Alors aujourd'hui, on a un chauffe-eau, les amortisseurs arrière et avant. Pourquoi cette différence? Parce que la méthode de montage, une chèque du montage des amortisseurs, l'avant, l'arrière, est différent. Cependant, la méthode de la dépose, démontage et le contraire est différente aussi. Avant de commencer notre TP, toujours, en général, c'est comme toujours, on doit avoir une idée, grâce à notre fikra, elle a la suspension qui est là, ou on chauffe, est-ce qu'il y a des astuces spéciaux pour ce type de suspension. خاصنا نشوف لا روفي تكنيك ما ربما تكون شي حاجه اللي هي سبيسيال اللي انا ما عرفهاش من قبل. سي بون. Pour ce faire comme préparation نهزو ليسيو اوكي سواء قلنا ليسيو arrière ولا لو train arrière c'est la même chose on dépose les roues convenablement ou qu'on place le clic sous le bras de suspension inférieure. Évidemment, ou qu'on fait l'essieu, c'est bon, parce qu'on peut après ressort le canal. لانه الا جينا نفكو يعني هكذا ديريكتومون راه غادي يصدق طير دابا علينا ولا هذا يعني بوغ لا سيكيوريتي كنديرو هذا الشكل اللي قدامكم الان. سي بون باش نقدروا نفكو هذاك لي زيليمون اللي عندنا. لانه شنو هو اللي ريسكي هنايا هو الرسوم اللي كنطاكي عليه من هنا من التحت بالكليك اوكي باش نحاول انني نفك كنهز كنفك لامورتيسور بار اكزومبل اوكي وبطبيعه الحال كيف ما قالوا لنا هنايا كنحلو كل جهه بوحدها. C'est bon, le dévissage c'est le خلاص. OK. دابا على حساب كل طوموبيل منين كندوزو
les vis de fixation d'hier, les amortisseurs arrière. Okay. إما من برانيت أو لا من جهة الكفر. هنايا كنا دوينا البارح على هذا الشيء، الصورة اللي قدامكم وهما هادو سو سون دي زامورتيسور ديفيكتيف، سي بون. عندنا هنايا لوي دو لامورتيسور اللي فيها ان بو دو غريباج، الصدأ، الصدأ اللي كاين عندنا، سي بون. صافي كنبدلو لامورتيسور، ما كنصبروش عليه، ما كاينش ديك القضية لأنه خاصنا نقيه ولا ما كاينش هادشي. صافي اون فوا الصدأ بداه كيتنقى كيتبدل، عفوا. ثانيا الى هاد لوي ديالو الى فيها ديك الجلده، والجلده بدات مشقوقه بزاف، وهذا يعني هي سي تانسيدنت بلوك انتيغري، صافي كيتبدل لامورتيسور كامل. ثانيا الى كاين عندنا واحد ديفورماسيون عواجت لهذيك لوي شويه كيف ما قدامكم هنايا، كتبدل هذا الغريباج اللي عندي في لاتيج ديالو. هنايا الى عندي الزيت كتقطر كيتبدل، هنا الى عندي شي ضربه في واحد البلاصه معينه يعني لامورتيسور مضغوط، وهادشي راه قلناه حضور يعني هادشي كامل الى كاين في كل في الحالات كاملين كي لامورتيسور كيتبدل بدون تردد، سي بون. و لا روبوز خاصنا نردو البال ليها مزيان، لا روبوز هادوك لي زيليمون اللي كيركبو الفوق ما خاصناش نخلطو بيناتهم، خاصهم يركبو بهداك الترتيب من جهة، والوجه اللي كيدار الفوق ماشي هو الوجه اللي كيدار لتحت، خاصنا نردو البال. لذلك فاش كنكون انا كنديمونطي اولا كندير لا ديبوز، خاصني نرد البال لهداك الترتيب اللي عندي في هادوك لي زيليمون. اوكي خاصنا نرد ليهم البال مزيان، اشنو يعني باش بديت وباش ساليت، باش ما نطيحش في المشكل من بعد، يولي عندك لي جو في هاد المونتاج هذا، راه يقدر كاع يركب ولكن غادي يوقع لك لي جو ابري سامارش. هذا بالنسبه للاريير. بالنسبه لافون تقريبا بريسك لحقاش لافون غالبا كيكون عندنا هذا الشكل، هذا كيكون عندي لامورتيسور مع الروسور مجموعين. اوكي هنا هنايا باش كنحيدوا هاد لونسومبل هذا كامل. اوكي فاش كيتحيد هذاك لونسومبل كيخصنا نفرقو، كنديمونطيو هذاك لونسومبل ديال لامورتيسور او الروسور، كنجيبو هاد لوتي اللي هنايا اللي عندكم الفوق سميتو كومبريم روسور، هو اللي كنجمعو من بيه الروسور فوق لا طابل. اوكي كنفيكسيو هذاك الشيء في الكليك، كنفيكسيو الكومبريم روسور هذا كاين يتفيكسا في لي طو، عفوا في لي طو ياك، وكنبلاصي الروسور ديال، كنحاول انني نشوف اللفه الفوقانية مع اللفه ديال التحت، وكنبدا كندور بالسالوت هنايا، كيبدا هذا كيجمع ليا هذاك الروسور وبشويه، هذا هو اللي غنقدر نقول لكم. وفيما توصل لشي مرحله اولا لواحد ليطا معينه وحسيتي انه داكشي ما بقاش شاد مزيان، ما تكملش، رخي عاوتاني الكومبريموسو ضروري، ما خاصش هذاك. وي كاش ما عرفتش بلا ما كنستعملوا هذاك الكومبريموسو، ولكن كيديروا شي حاجه بلاصتو
لا بلاش تجمعوا باش كيجمعوا الرصور تجعل قريفو كنديروا واحد السيرو واش ما دايرين فيه واحد الطقيبه خاصه هكاك وكيولي مزير كد الضوء في الرصور كيبدا يدخل لبلاصتو تشمرك انك تطلب على اللي قلتي القريفه اللي قلتي عندها لي غريف ديالها هما اللي كيشدوا في اللفات ديال الرصور كتجمعوا واحد جوج لفات ولا ثلاثه ديال الرصور دا ايه فوالا هذاك الكومبريم رصور راه نفس النتيجه غير هذا بروفيسيونيل لهذيك لا غريف فين هو فيه لي غريف ديالو هو هادو لي غريف ديالو فيه الصغار والكبار يعني حسب التقدم ديال الرصور وفيه دي فخان هما هادو اللي خدام عندنا في الكراج عندنا فوالا غير هذا دابا بلا هذا كيسربيك في الخدمه من جهه هو هذا اللي كاين دابا هنايا كيسربيك في الخدمه ومفورسي وهو مفورسي راسو فهمتي كيعاونك في الخدمه مزيان هو كيبقى ماتيريال وصافي ست نوتي واش لاراش هذا ماشي لاراش كومبريم روسو فكاين لاراش خاصه بهذا الروسو راه هي هادي كنسموها كومبريم روسو وهي هذيك اللي قال لها صاحبكم الكريفه وانت قلتي ليها لا ما عندناش كريفه حنا لاراش ديالو ماشي كريفه هذيك اللي كتقول ليها لاغاش ديالو هي هذه اللي قدامك الصوره دابا ديالها كومبريم غوسو سميتو كومبريم غوسو هو هذا اللي كاين دابا عندكم ولا لا ولا هذا كاينين جوج وحده كتشد من جهه وحده من جهه ماشي هما هما هادو لا في كاينين جوج لاراشات كل وحده كتشد من جهه فجوج سنان فهمت يا استاذ وايه راه هي هذه دابا اللي قدامك راه فيها جوج هاد الاولى هاد الثانيه ولا ماشي بحال هكا فا كل وحده كتشد من جهه وحتى هذه كل وحده كتشد من جهه ها هي استاذ كسوا يقول استاذ استنى فهم شو يقول قالك عدم جوج لي كومبريمسات كل وحده كتشد من جهه فهمتي كيديرهم بجوج وكيطوندو هادشي اللي بغا يقول لي فهمتي نفس المهم راه الماتيريال فيه اشكال غير الفكره وصافي انه كنستعنوا بهاد لوتي باش كنجمعوا هذاك الرصور وكنمشيو كنفكو هذاك لي كرو اللي شاد ليا لامورتيسر من الفوق وكرد البال هذيك اللورمه اللي كاينه تما عندي هادشي اللي كاين وهذاك الترتيب ديال هذوك لي زيليمون بحال ما هكذا خاصنا نردو ليهم البال هنايا عندنا واحد اللورمه وكتقلب يعني خاصكم تردوا البال فين في التحياد يعني في الديمونتاج ديال هادشي خاصك ترد البال باش كل وحده رد ليها وجهها اللي كان من الفوق ما تقلبش ليك الا مشيتي حتى قلبتي شي حاجه اش غادي يوقع اللي من اليسر ما غيبقاوش عندك مقادين غادي تكون واحد الجهه مهزوزه على هذيك الثانيه هذه الحاجه الاولى الحاجه الثانيه انه غيكون عندك واحد الجو وهذاك الجو غيخرج ليك على الطوموبيل في السوق وعلى الروايد بطبيعه الحال وي تاكسيك واحد المره ثاني كنقلب على السيد ويقول لي الدري قريب شنو درت معك دابا كاين لورمو كاين واحد الروندي ديالها كبيره اللي كدور مع لورمو بحال الكاج ديالها وشنو درت ودرت لورمو هي الثانيه عاد درت من لي روندي ديالها ايوا هي نورمال مو خاصة تجي لي روندي ديال التحتانية ولا ما فوق منها باش تجي مع داك ال ما بحال الخطة ديالهم الفوق باش تجي كدور وهاديك اللورما علاش كاينة هي القدام وما كايناش اللور
سد نسوال براكاج السد ما كشوش براكي Très bien, oui. Voilà, c'est une très bonne réponse. La réponse est, il y a une autre qui est ressort qui dort avec le braquage de la roue. Tout simplement. L'erreur, le montage, وداروه لي ستاجير ومن بعد لقينا كنشوفوا انه بحال كاين لو جو في الطوموبيل فاش جينا نعاودوا نحلوا لقيناهم قالبين داكشي خاص الواحد غير يرد البال فاش الواحد كيديمونطي هادشي يرتبوا فوق الطابله في الديمونطاج وتهنا الواحد انا كنحيد وكنرتب نحيدهم ونرتب ماشي نحيدهم ونجمعهم نحيد ونرتب رتبهم كذا 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 بغيت كاع نجمع هذاك الشيء حطهم فوق الطابله مرتبين ودابا التليفونات الحمد لله السمارت فون كاينين صور داك الشيء منظم ومرتب فوق الطابله حتى الا خلطتيه في شي كاس ولا هذا من بعد ما الصوره راه كاينه عندك يعني في الرجعه غادي يجيك داك الردان ساهل ومنظم ولكن بزاف الناس كيطيحوا في هاد القضيه هذه بزاف نيت كيطيحوا فيها احنا سمعتوني اللي فيريدو السد بالنسبه للفيريدو تم المصور جبت كي شي مرات كي ديك لي راسول كي يكونوا اربعه ولا شنو ما كيخربقوك دابا نتوما عودوا اي حاجه صورها صور وحل صور وحل صور وحل صور وحل ما خسرتش حتى حاجه لانه بعض المرات كتكون انت معول على شي حاجه غادي تحلها في ديك الساعه وتجمعها في ديك الساعه كتولي واقعه شي حاجه معينه او لا خاصك شي بياسه كتولي مخلي داك الشيء محلول لي بياس مشتت وداك الشيء كيتعطل نهار ولا يومين كتصدق انت يا ناسي على هذوك لي بياس اللي حليتي كيفاش كانوا الله من واحد يغيز الشغل ديالو من الاول ويصور ما خصها حتى حاجه وعمر الواحد ما يدير الثقه في الذات ديالو تبقى تقول لا انا راه لا انا راه غادي نبقى عاقل واخا تكون غتبقى عاقل سيدي صور ما خصها حتى حاجه حل وصور حل وصور حل وصور حل وصور ما خصها حتى حاجه بقيتي الله يسخر فاش تبقى عاقل عاود تشوف هذوك الصور واش هذاك الشيء اللي انت عقلتي عليه فريمون صحيح ولا راك غلط لكن ما فيها حتى شيء انه الغرض ديالنا حنا وهو النتيجه النهائيه خاصك تكون داير واحد الخدمه بروفيسيونيل خدمه نقيه كيف ما كنقولوا حنايا بالدارجه ديالنا الكليان ما غاديش يخلصك الا نتايا ما غاديش يخلصك بثمن اكثر الا نتايا عقلتي ما صورتيش ولا صورتي راه الثمن الخلاص ديالك هو ضربتي التماره بزاف ضربتي التماره شويه الكليان ما سوقوش هو بهذا الشيء يعني راه الخلاص هو الله من واحد يثبت المسائل ديالو احسن حاجه سي بون وواحد دائما كيرد البال هذاك الروسور في الرومونتاج ديالو مع لامورتيسور كاين واحد الملاحظه مع ديما كنديروا هذه الخدمه هذه لامورتيسور الروسور فاش كتحط فوق لامورتيسور ديك اللفه الاخرى داك الراس ديالها كتكون واحد تجي مع واحد الفران كيكون واحد العويجات اي خاصك تجيبو معاه ضروري هذيك اللف داك الراس ديال هذيك اللفه كيجي مع داك الحرف اللي كاين ديال لوفخا هنايا غالبا كيكون حتى الفوق السات فيها ثقيبه كاينه حتى الفوق اييه ولكن لا باز هي من التحت مع دابا الفوق غادي نزيرو من الفوق جيب هذه من التحت هنايا الا جبتيها وبديتي كدير الزيار هذيك دابا ديال الفوق غادي طيح حتى هي بلاصتها